بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ندي example لنورمان ليبر ك problem based learning. A 24 year old primary gravida with single term pregnancy or full term pregnancy is the same starts to have painful uterine cramps in the past 4 hours with bloody mucoid vaginal discharge. The cramps were regular, occurring every 30 minutes, and she called the hospital asking for advice. أول سؤال هنسأله لنفسنا هي العانة دي جاية يعني مكلم المستشفى ليه؟ طبعا most likely diagnosis she is in labor. What in favor إن العيانة دي she is actually in labor. She is pregnant, full term pregnancy. She has regular uterine contractions for a few, for about 4 hours, also associated with the bloody show, which is the mucoid vaginal discharge that indicates onset of labor. لازم نبقى عارفين ازاي نفرق ما بين ان العينة دي in true labor ولا in false labor. في data عندنا موجودة وفي data لسه المفروض نسأل عنها. الداتا الموجودة هي she is full term, she has bloody show, she has regular uterine contractions for 4 hours. طيب ناقص نسأل على ايه؟ هنسأل على ان هي increasing ولا لا، هل في associated rupture of membranes ولا لا، ولكن هي mostly she is in true labor pains. The pains, the false labor pains, it is very infrequent, occurring 2-3 times per day, مش regular in this way, where usually it is very mild pains, not associated by the blood issue. زي ما قلنا عشان نأكد لازم نعرف هل ال pains دي increasing في ال frequency، في ال intensity، في ال duration. وممكن جدا برضو القصة ما تبقاش conclusive، يعني أنا سواء بالهيستوري هي بتتكلم لسه في التليفون أو هي قدامك، برضو ممكن جدا إنك تضطر تقعد العينة دي معاك وتحط إيدك على بطنها كل شوية لما when she feels pain، تشوف والله هل بيحصل hardening للأبدومينال واليوترين muscles ولا لأ. برضو في أوقات ما يبقاش سهل قوي انك تقعد تراقب العيانة على مدار ساعة، وساعات برضو بإيدك ما يبقاش الموضوع كونكلوزيف. ده كلينيكال وده كنا كلنا بنعمله زمان وما كانش فيه يعني اي مشكلة في كده. دلوقتي متاح انك تدخل العيانة وانت لسه في الامرجنسي روم، تقعدها ساعة على المونيتور على السي تي جي. السي تي جي هو ريكوردينج لليوترين كونتراكشنز مع الفيتال هارت، وتمسك الاسترايب دي بعد ساعة تشوف والله جالها كام كونتراكشن وايه الانتنستي بتاعت الكونتراكشنز خلال الفترة ديت. ده كلام بالنسبة لك هيبقى قاطع، هل هي شي از ان اكشوال ليبر ولا هي ما زالت في برودروما اوف ليبر او فولس ليبر. طيب هل في جاش اوف فلويد اسكيب؟ بنسال هل في ميه كتيره نزلت ولا لا؟ لان ده بيبقى بالنسبه لنا طبعا هيفرق في قرار نمره واحد دخول العيانه، هل هتبقى ادميتد ولا لا؟ حتى لو كانت هي دي فولس ليبر بينز وبدا وحصل عندها فعلا اكشوال رابشر اوف ميمبرز، يو هاف تو ادميت. برضو هل ده بيديك كلو ان يعني عاده الرابشر اوف ميمبرينز بيحصل ديورينج ال مش لازم يستنى للسكند ستيج اوف ليبر، بيحصل في فاريبل بيريد يوجوالي من الفيرست ستيج، ما بنحبوش قوي بدري، ما بنحبوش قوي في الليتنت فيز، يفضل يبقى في الاكتف فيز اوف ليبر. يعني بدري قوي ده معناه ان يعني ما عنديش برضو حريه الحركه لفتره طويله، والانسدنس العداد بيعد عليا ان الانسدنس بيعلى للانفكشن، ومعنى كده ان الامور مش ماشيه على ما يرام ان هل في مال بوزيشن او في مال بريزنتيشن. بناخد طبعا فول ميديكال وسيرجيكال هيستوري. طبعا يعني يهمني جدا العيانة دي مش بس عندها ليبر بينز، طب هي في هل دي لو ريسك ولا هاي ريسك؟ ممكن تبقى حتى مضطر انك تعمل لها ادميشن وهي شيز نوت ان ليبر، يعني دلوقتي هي فولس
ليبر بينز بس بتاخد منها هيستوري قالت لك والله انا اصلي كاردياك، لا لازم تخش فور ميديكال كونسلتيشن. انا عندي برونكيال ازمه، انا ديابيتك، هل في مثلا بريفيس اوبريشن في اليوترس، عامله مايوماكتومي قبل كده، كل ده في الانتربريتيشن بتاعك الاول عشان توصل لكونكلوجن العينه دي هتبقى ادميتد ولا لا، وتبدا تتحط في التراك المظبوط بتاعها. بعد ما خدنا هيستوري كامل من العيانه بنبدا نفحصها، بنشوفها جنرال، بنشوفها كفيتال ساينز، كهارت، تشست، كل زي دكاتره البطن. نبدا نمسك بالنسبه لنا احنا الابدومينال اكزامينيشن، طب الفاندال هايت او الفاندال ليفل ده قيمته ايه بالنسبه لنا؟ في النورمال المفروض ان هو يبقى كورسبوندينج تو ذا بيريد اوف امينوريا اللي هي على اخر لاست منسترال بيريود، بنحسب هي حامل في قد ايه دلوقتي، المفروض ان انا الاقيها كورسبوندينج للبيريد اوف امينوريا، هي المفروض حامل في 8 شهور، لا هي فعلا ده صح، ده الفاندال ليفل في السابع مظبوط، في التاسع مظبوط. الاحتمالات طبعا ان ممكن الاقي في بعض الحالات يبقى الفاندال ليفل از نوت كورسبوندينج تو ذا بيريد اوف امينوريا، من اهم اسبابه او الاسبابه هو الميسكالكيليشن، انا اصلا حاسبه غلط. ممكن اليوترس يبان بالنسبه لك اكبر لو البيبي كبير، او في توينز، او في اوفر ديستنشن ببوليهيدراميوس، او في اسوشيتد يوتراين فايبرويد، ممكن يبان اصغر من البيريد اوف امينوريا لو مثلا برضو ميسكالكيليشن، او ان يكون الحجم البيبي صغير او ميت بقاله فتره، وفي الترانسفيرس لاي بيبان ساعات اقل شويه من الاكسبكتد لان الابدومين كلها الكونتور بتاعها بالعرض، الفاندل ليفل من فوق هيبان اقل شويه. يو هاف تو انشور انك انت نورمال ولا لا، هتعمل ليوبولد مانوفرز اللي هو الفاندل كريب، اشوف والله البيبي المفروض في النورمال يبقى الباتوكس فوق والراس تحت، الامبليكال كريب هيبين لي البوزيشن، هل هي الباك شمال يمين قدام نير الميد لاين ولا اواي فروم ميد لاين يعني اوكسبتو بوستيرور. برضو هنسمع الفيتال هارت بالدوبتون، لما نسمع الفيتال هارت بنوصل خط ما بين الامبليكس والانتير سوبيريور اليك سباين، وانا يوجوالي بسمع ما بين الجانكشن ما بين الميديال ثيرد واللاترال تو ثيرد، ده في الطبيعي في الاوكسيبيتو انتيرور بوزيشن، في الاوكسيبيتو بوستيرور بسمعه اواي فروم ميد لاين يعني عند ما بين التلتين الميديال والتلت اللاترال لبره خالص، لو بريتش بسمعه اباف ذا امبليكس، لو في الترانسفيرس لاي بيبقى عند الليفل اوف ذا امبليكس نير الفيتال هيد، فده يهمك انك تعرف لان انت بتتاكد ان ده نورمال. طب انا لما هسمع هسمع ايه؟ بسمع الفيتال هارت تك 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 تك، الريت بتاعه 120 ل 140 بير مينيت. طب هل انا في اصوات اخرى ممكن اسمعها بالدوبتون راذر ذان ان انا اسمع فيتال هارت بيتس؟ ممكن اسمع pulsations فاسمعها زي المرمر، فاسمع لو انا حاطط الدوبتون واتحط على الامبليكال فيسلز فانا بسمع البلسيشنز اوف ذا امبليكال فيسلز اللي ماشيه ماشيه سينكرونايزد مع الفيتال هارت لان البيبي عايش بالهارت والسيركيليشن بتاعته. طب ممكن جدا يكون الدوبتون محطوط على مكان اليوتراين فيسلز بتاعت اليوترس اللي تابعة للأم، فأسمع البلسيشنز بتاعت الأم، فهسمع هسمعها ماشية مع النورمال ريت اوف ذا ماذر، المذر الريت زينا 80 90 100، البيبي الريت بتاعه أعلى من كده 120 ل 140. طبعا مش ده الفرق الأساسي، ليه؟ لأن في أوقات البيبي ممكن يبقى ديستريست فيحصل له برادي كارديا، والام ممكن تبقى فيفرش او ستريست فتبقى تاكي كارديا، يبقى عندها تاكي كارديا، فالاتنين يقربوا من بعض كاريت. انا افرق اللي انا بسمعه ده، هل ده فيتال هارت او امبليكال بالسيشنز دول يعنوا بالنسبه لي ان البيبي عايش، ولا ده يوتراين بالسيشنز ملهاش دعوه بالبيبي خالص. احط ايدي على الماتيرنال بالس، اذا اللي انا بسمعه ماشي مع الماتيرنال بالس يبقى دي يوتراين بالسيشنز.
لو اللي انا بسمعه مش ماشي مع الام يبقى ده تبع للفيتس، فيتال هارت او الامبيليكال بالسيشنز بتاعت الايه الامبيليكال سيركيوليشن. طيب طبعا هنا اي هاف تو تشيك اليوترين كونتراكشنز، وزي ما قلنا يا اما كلينيكال يا اما هحط العيانه على مونيتور. وهنا هنبدا نتكلم هل احنا يعني العينه دي لما تخش هتكمل على المونيتور على طول ولا لا. هنا في خلاف بقى، هل احنا نحط العيانين كلهم على كونتينيوس الكترونيك مونيتورنج كلهم محطوطين على السي تي جي؟ في ناس تفضل كده وفي ناس تقول لك والله يعني الفاسيليتيز مش هتسمح ان لو عندك 20 30 عيانه عندك 20 30 مونيتور موجودين. طب بغض النظر عن الامكانيات، هل هو فعلا ضروره ولا لا؟ هو ضروره ميديكو ليجل وفعلا الفولو اب بيبقى احسن، ولكن في اراء ان انت لما بتعمل كونتينوس مونيتورنج يو كان ديتكت سام تشينجز ما كانش المفروض تشوفها، بمعنى ان في ترانزيانت تشينجز ممكن تحصل في الفيتال هارت لو انت عامل كونتينوس مونيتورنج، ممكن ده تبقى هي انسيجنيفيكانت لكن انت شفتها وركزت معاها وادت في النهايه الى increased incidence of unnecessary cesarean section. بمعنى في اراء من الناس تقول لا الكترونيك مونيتورنج بسي تي جي لكل الناس، في ناس تقول لا خليه بس للهاي ريسك كيسز، عيانه هايبرتنسيف، عيانه دايابيتك، عيانه انا خايف يحصل فيها فيتال ديستريس يبقى دي انا كيبنج ان اي عليها. وفي اراء تقول ان كونتينوس سي تي جي مونيتورنج فور اول بيشنتس انكريز ذا انسيدنس اوف unnecessary cesarean section، لان انت بقيت بتشوف حاجات هي ترانزيانت لكن وما كانش المفروض انك تشوفها او تتابعها بهذا القدر. طبعا انا لما تخش هنعملها بي في هنشوف السيرفكس دايليتد ولا لا، افيست ولا لا، هي وعشان اوصل انا في انهي مرحله من الولاده، هل انا في الفيرست وانهي جزء في الفيرست ولا في السكند، البيبي البريزنتنج بارت كيفاليك ولا واتس ايفر، الستيشن بتاعته هل هو انجيجد ابتداء من 0 بلس 1 ولا ان انجيجد ماينس 1 ماينس 2، الممبرنز انتكت ولا رابشرد، بحسها زي ما تكون اكنك حاطط كيس نايلون على راسك، فانت لما تحط كيس نايلون كده وتحط ايدك فوق يو كان فيل الايه راسك لكن تحس ان حاجه سليبري ده الممبرنز وتبقى بلجنج مع الكونتراكشنز. لو في رابشر اوف ممبرنز يو ويل فيل الايه الفيتال بريزنتنج بارت بنفسه، ولو كفالك هتحس الخشونه بتاعه الشعر ده بالنسبه لك واضح. لو هي وانت ايدك جوه بتشوف البلفس البلفيك بونز والسيكرم والسايد وولز بتوع البلفس والسبيوبيك انجلز عشان تحكم هل انت ماشي في سياق نورمال ولا في اي ابنورماليتي موجوده. نخلي بالنا بس انك لما تيجي تفحص عيانه وانت نايم في الاستقبال، لو العيانه دي جايه لك بتقول لك انا الميه نازله عليا في هيستوري سجستيف اوف رابشر اوف ممبرينز، انت بتفحصها ولا ما بتفحصهاش؟ بتفحصها عشان تاكد طالما انك ناوي تولدها. لكن لو كانت العيانه دي جايه بدري شويه، بدري عن ما هياش فول تيرم، فانت ممكن تفكر فيها انك تعمل كونزرفاتيف مانجمنت. وعيانه جايه لك في الاستقبال خوفا بالليل تقول لك يا دكتور ده في ميه نزلت عليا، لو عندك احتمال انك تكونزرف ذيس بريجنسي فور دايز اور ويكس never ever to do PV for this case. له محاذير معينة لأن أنت مجرد ما دخلت إيدك أنت هت introduce infection. فلو هي actually in labor مش هتحس بهذا الكلام، لكن لا يعني هشوف وأتأكد فعلا أنها rupture membranes لأني لازم أفحص وأعرف the station of the head وأعرف the cervix dilated ولا لا وأعرف the pelvic bones. لو هي أصلا جاية لك وما بتولدش وما هياش full term ونازل عليها gush of fluid، أرجوك ما تفحصهاش لان انت كده بتضيع فرصه انك تنتظر عليها ككونزرفاتيف مانجمنت انك تو برولونج البريجننسي تيل ذا فيتال ماتوريتي. وده مشروح عندكم ان ديتيلز في موضوع الرابشر اوف ممبرينز، ولكن بس ده للتنبيه. يعني احنا بنحاول نخرج شوية عن السياق الثيوريتيكال اللي موجود عندنا في المحاضرات وفي الكتاب، بنحاول بس ننمي هنا الكلينيكال سينس شوية. عرفنا انت هتدخل عنا ازاي،
طب بعد ما دخلت عندك العينه هتحتاج تعمل لها سبيسيفيك انفستيجيشنز ولا لا؟ يعني الحقيقه الالترا ساوند بقى افيلابل في كل مكان. الالترا ساوند على فكره ما يغنيش ابدا عن الكلينيكال اكزامينشن. لازم تحط ايدك وتشوف الفاندال ليفل بايدك والفاندال كريب، وتعمل بنفسك كلينيكال استيميشن للفيتال ويت، كانك كده لو مغمض عينك وبتحط ايدك كده مثلا على بطيخه، فيعني مع الوقت كده تقول البطيخه دي كده حدودها دي في حدود 3 كيلو 2 كيلو 800. ده كنا نعمل اختبارات زمان لنفسنا واحنا في الحوادث، ونشوف كده كلينيكال استيميشن، ونستنى للفيتال ويت، ونستنى لما البيبي يتولد، ونشوف هل احنا يعني اخطانا التقدير او اصبنا التقدير. الالترا ساوند ده موجود ما قلناش لا، لكن ما يغنيش عن الكلينيكال. طيب بنشوف روتين هنعرف نتاكد ان هو فعلا نازل براسه وكفالك ولا لا، هنعرف الباك يمين ولا شمال، قدام ولا ورا، البلاسنتا فاندل ولا فيها مشكله، لو لاينج، الامنيوتيك فلويد اللي موجود كويس ولا لا. كل ده بنعمل استيميشن للفيتال ويت بالالترا ساوند. هو الالترا ساوند بيستيميت الفيتال ويت ازاي؟ عن طريق القياسات. يقيس مقاس الراس الباي بارايتال والهيد سيركمفرنس، يقيس مقاس الوسط الحزام ابدومينال سيركمفرنس، يقيس مقاس عظمه الفيمر فيمر لينث، وهو تخش عنده المقاسات على طول اوتوماتيكلي هيكالكوليت الفيتال ويت. زي بالظبط كاني جبت لك ايه، يعني انا لو جبت لك طاقيه كبيره قوي 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 تقول لي ايه ده، مين اللي بيلبس الطاقيه الكبيره قوي ده، وحزام كبير قوي، فتقول يا ده حزام ده بتاع راجل تخين قوي، والطاقيه دي كمان بتاعته يعني يبقى راسه كبيره قوي، يبقى ده راجل، ومقاس كمان رجله مثلا اقول لك بنطلونه ادي ده مقاس كبير، تقول لي ده مقاسات واحد تقريبا وزنه حوالي 130 140 كيلو مثلا. هو نفس الفكره في الالترا ساوند، ان هو من البايومتري الباي بارايتال والفيمر والابدومينال سيركمفرنس بيكالكوليت هو جواه انتجريتد، هيديك الاستيميتد فيتال ويت اللي هو اكسبتد بالنسبه لنا بلس اور ماينس 10% فالسيز. يعني ده لو انت يعني الترا سونوجرافر كويس. خلي بالنا الالترا ساوند ملوش علاقه خالص بالكونتراكتد بلفس. الكونتراكتد بلفس والبونز ما يبانش البونز بالالترا ساوند بيرفكتلي، لان انت بتقرب وبتبعد، فالمقاسات مش ثابته يعني حسب الزاويه اللي انت بتبص بيها، وبالتالي البلفيك بونز وهل في كونتراكتد بلفس ولا لا يظل هو عباره عن ايه، كلينيكال دايجنوزس باي بي في، ملوش علاقه خالص بالالترا ساوند. ندي اكزامبل للبي في اكزامينيشن. يعني انت مثلا فحصت الست دي لقيتها اللي هي برايمي جرافيدا اول مره تحمل، وبالتالي برايمي بارا اول مره تولد، السيرفكس بتاعها 2 سي ام دايليتد 50% افيست، حطيت ايدك منه حسيت البيبي براسه فيرتكس، الاوكسبوت ناحيه الشمال ليفت اوكسيبتو انتيريور minus 1 يعني unengaged 1 سنتي above the ischial spines وستيل ذا ميمبرينز ار انتاكت. طب الداتا دي ممكن نطلع منها بايه؟ هو 2 سي ام سيرفيكال دايلاتيشن انت في الفيرست ستيج. طيب انهي فتره في الفيرست ستيج؟ اول 3 سنتي من السيرفيكال دايلاتيشن دول بنسميهم latent phase of cervical dilatation. السيرفكس بيوسع بالراحه وملناش حكم عليه قوي. من 3 ل 10 هي دي الاكتيف فيز اوف سيرفيكال دايلاتيشن اللي هو يبدا يبقى ماشي بريت محترم، يبقى نقدر نحكم هو ماشي بسرعه ولا ماشي بالراحه. طب انا لما الاقي هنا السيرفكس 2 سي ام دايليتد كده انا، طب هو منتظر كمان ساعه يبقى ايه؟ يقول لك مش قوي لسه مش عارف، مش هحكم عليه الا لما يوصل 3 سي ام. ساعات كمان تلاقيه مثلا 1 سي ام والعينه تكون مالتي بارا. طب ما في المالتي بارا ممكن جدا السيرفكس فيها يأدميت ماي تيب اوف فينجر، يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى 1 2 سي ام برضه. اذا خلي بالك معايا، في اوقات الحد الفاصل ما بين ان العينه دي ستيل نوت ان ليبر برودروما مقدمات الولاده، ولا هي فعلا في ولاده بس في الليتنت فيز، الحد الفاصل ما بينهم ساعات ما يبقاش قاطع قوي. هنا انا هستنى واشوف.
طب هو ينفع ان انا استنى واشوف، ولو الامور ما اتحسنتش اقول لها لا يا ماما انتي اصلك برودروما، روحي وتعالي لنا لما تخشي انترو ليبر بينز؟ لا طبعا، في اوقات حتى لو الكونتراكشنز مش كونكلوزيف، حتى لو السيرفكس مش دايليتد اقل كمان من 2 سنتي او اقل، وده اتلخبطت فيها انها مالتي بار، انت كده خلاص طالما دخلتها تعتبر العينه ادميتد، تعتبر هي ان ليبر خلاص، يعني ما ينفعش تروح، يو هاف تو مانج. يبقى في حاجه اسمها اكتيف مانجمنت اوف ليبر، ان في الحالات اللي فيها خلاف كده لا خلاص دخلها وتصرف واعتبرها اكنها فيرست ستيج، شوف هتزود الكونتراكشنز ازاي و الى اخره. هنا انا دلوقتي مبدئيا معتبر ان العينه ديت هي في الليتنت فيز اوف سيرفايكال دايلاتيشن. طب تعالوا ندي سيناريوهات مختلفة، يعني طب نقول مثلا ان العيانة انا لما فحصت بي في السيرفكس فيها كان 5 سي ام دايليتد، يبقى انا كده في الليتنت فيز ولا في الاكتف فيز؟ لا، ما بعد 3 سنتي انا اعتبر في الاكتف فيز اوف فيرست ستيج اوف ليبر، يبقى انا اعتبر نفسي في الاكتف فيز. طب قيمة الاكتف فيز ايه؟ ان في ريتس اقدر احكم عليها، يبقى انا المفروض في البرايمي بارا المفروض السيرفكس بتاعها في الاكتف فيز يمشي بمعدل بريت اتليست 1.2 سي ام بير اور، وفي مالتي بارا يمشي اتليست 1.5 سي ام بير اور، يمكن ازيد، لو ازيد مش هتضايق، لكن لو اقل من كده هقول لا ده كده انا اعتبر في ويك يوتراين كونتراكشنز او هايبوتونيك يوتراين انرجي. طب هسالك سؤال، هو انا اقدر بالبي في احكم ان الست دي في ساعه في برايمي انها مثلا هقول دي وسعت من 5 سنتي بقت 6.2؟ لا طبعا. ولا في مالتي هقول دي بقت 5 بقت 6.5 بعد ساعه؟ لا طبعا. عشان كده يوجوالي احنا بنحكم بعد ساعتين، ساعتين ثلاثه نقدر نحكم فيهم على الامور اوقع، الخمسه تبقى مثلا 7.8، السته تبقى 9. طبعا ما فيش هنا حساب بيرفكت قوي، لكن بنقول عشان ال 1.2 دول بعد ساعتين هيبقوا ايه، نص سنتي، بعد 3 ساعات يبقوا داخلين على مثلا يعني كل ما الوقت بيزيد فخلال 3 4 ساعات تقدر تعرف ان ايه البروجرس ماشي، ويتبقى هو في الاخر في النهايه هو كلينيكال سنس. يعني انا كانت 5 وبعدين لقيتها بعد كده بقت 7 سنتي 8 سنتي بعد ساعتين، بارك الله في مرضك، مش هقول لا، لكن لو لقيتها 5 سنتي وبعد ساعتين لقيتها 5 سنتي، لا وحش ما تحسنتش، 5 سنتي بعد ساعتين بقت 6 سنتي، لا برضو البروجرس مش ماشي زي ما انا عايز. طيب هعمل ايه؟ افترض ان انا لقيتها ماشيه كويس، اوكي ويل اند جود. طيب لقيتها مش ماشيه كويس، هبدا افكر ان انا ازود الكونتراكشنز او احسنها. طب فهسال نفسي هي عامله انيما اصلا ومفضيه البلادر ولا لا، وبعدين افكر ان انا اعمل رابشر اوف ميمبرينز. احنا ناس كتير او معظمنا يحب يعمل رابشر اوف ميمبرينز في الاكتف فيز ولا في الليتد؟ طبعا في الاكتف فيز. على كام؟ على حوالي 6 7 سنتي. ايه الاستفادات اللي انت بتستفيدها يوجوالي لما تعمل رابشر اوف ميمبرينز مثلا عند حوالي 7 سنتي؟ اولا الهيد بتنزل كويس، بتسقط على السيرفكس، فالريت اوف سيرفيكال دايلاتيشن هيبقى افضل بعد رابشر اوف ميمبرينز، والكونتراكشنز هتبقى امبروفد عشان ريليز اوف بروستاجلاندينز بعد الرابشر اوف ميمبرينز، والديسنت اوف ذا بريزنتنج بارت هيبقى افضل بعد الرابشر اوف ميمبرينز. عشان كده عاده بنعمل رابشر اوف ميمبرينز عند سيرفكس 7 سنتي في الحدود دي. وفي نفس الوقت بستفيد حاجه تانية، ان انا اللايكور بشوفه لما بعمل رابشر اوف ميمبرينز بشوف لونه ايه، هو لونه بيبقى زي ميه تربد، تربد وايتش تربد كلر، يعني زي لون الميه كده المعكره قوي. لو لقيت لونه متغير ده بنسميه ميكونيوم ستيند لايكور. ميكونيوم له 3 درجات، بدل ما هو يبقى مبيض كده تلاقيه بدا ياخد تنج اصفر، ده ميكونيوم جريد 1. ميكونيوم جريد 2 تلاقيه بقى اصفر قوي، اصفر مختل. جريد 3 هو عباره عن اخضر بيور وفيري فيسكس. جريد 3 معناه ان العيل ده فيه فيتال ديستريس، ماركت فيتال ديستريس، الا طبعا اذا كان البيبي ده بريتش بريزنتيشن فالطبيعي ان هو يديفيكيت على روحه، لكن
في العادي لما افحص وربشر الممبرينز ينزل لي ميه معكره، ينزل مسفر خفيف. لو مسفر خفيف جريد 1 ده معناه لو ما كنتش عامل الكترونيك مونيتورنج دخلها على الكترونيك مونيتورنج. جريد 2 او جريد 3 ده بنقول لا خلاص كده انا قلقت، ده كده فيتال ديستريس، يو هاف تو مانج ذيس فيتال ديستريس. يبقى اذا انا بستفيد عاده من الرابشر اوف ممبرينز اللي انا بعمله ارتفيشالي بهوك معين كده بالبي في، ونروح زي كانه ابره يعني، بس هو مش ابره وزي هوك كده طرفه يعني شويه مدبب عشان والكونتراكشنز موجوده اروح مرابشر الممبرينز. برضو نخلي بالنا انت بتحكم على عيانه يعني هي برايمي ولا مالتي. في البرايمي بتهتم في الاول الافيسمنت، بيديك كلو حلو ان هو بيفيس مش بيوسع قوي بس هيوسع بعدين. في المالتي بارا ما بيبقى عاده الاثنين ماشيين مع بعض، ما بتهتمش بالافيسمنت قوي لانه بيحصل عاده مع الايه الدايلاتيشن هاند باي هاند. احنا بس بنحاول نخرج عن السياق النظري الحقيقة، يعني هو نفس الكلام النظري بس بنحاول نخليه شوية انك تكتسب يعني clinical sense. انت في الاستقبال دورك نمرة واحد ان لما تجيلك العيانة الحامل اللي جاية بتولد تاخد قرار نمرة واحد، هي بتولد ولا ما بتولدش، وفي الحالتين هل هي هاي ريسك ولا لو ريسك. يعني مثلا عيانة كاردياك، عيانة هايبرتنسيف، عيانه previous scar في اليوترس، دي you have to admit حتى لو كانت ما بتولدش دلوقتي بس هتولد على بكره، لا انت محتاج تدخلها بدري شويه عشان تاخد احتياطاتك. نمره اتنين، انت بعد ما بتدخل العيانه هتعمل لها الترا ساوند، هتعمل لاب، هل محتاج تحليلات ايه تعملها؟ ممكن مثلا احتاج ان انا اعمل لها، طبعا العيانه البكريه لازم اعمل لها بلاد جروب، لان هي لو ار اتش نيجاتيف وخلفت بيبي ار اتش بوزيتيف ده محتاج احتياطات واديها انتي دي. لو ما كانتش عامله بلاد جروب لازم تعمله، يعني على الاقل تعمل راندوم بلاد شوجر، لا تكون ديابيتك وهي ما تعرفش وانت بالتالي ما تعرفش. بنعمل قلبه من اليورين ممكن في العيانين بس الهايبرتنسيف علشان نشوف هل في ألبومينوريا ولا لا، لكن في العادي لو هي ضغطها طبيعي ما بهتمش بقسم. تلاقي العيانة تيجي تقول لك يا دكتور ده بيقولوا لي عندي زلال في البول ولا له قيمة، قيمته فقط لو هي هايبرتنسيف، لو هي هايبرتنسيف. وحالات كتير بيبقى فيها اليورين كونتامينيتد وهو العينه بتتجمع بفالفال او بفاجينال سيكريشنز، عشان كده بنخلي دايما العينه تبقى عامله وش من بره ومجمعه اليورين ميد ستريم، ما اكثر انه يبقى كونتامينيتد فبيتقري كقرايه التحليل ان هو فيها تريس او 1 بلس البومين، ملوش قيمه الكلام ده. الالبومينوريا ليها قيمه يمكن لو العينه هايبرتنسيف، ده اللي يهمني وده بيأفكت الجريد اوف سيفيريتي. طبعا بعد ما دخلت العيانه عملت لها الترا ساوند او طلبت لها معامل، هل هي البلان البروفيجنال بلان عندك ايه؟ هل في عندي مشاكل تستدعي ان انا اعملها قيصريه ولا هسيبها تكمل في الفيرست ستيج او هتكمل في السيكونس اوف فاجينال ديليفري؟ يعني لو هي بريفيس سكشن، لو هي فيها مشكله ما، يبقى من البدايه انت بتقطع عليها الطريق، ما تخليهاش تخش وتستنى وبعدين تقول لها والله يا ستي اصلا انا ناوي ما انت عامله قيصريتين قبل كده فانا هعملك. طب ما انت عارف من الاول، يبقى من الاول بتسال هل في حاجه انديكيشن للاميديت سيزيريان سكشن ولا هتخش في الترايل. السؤال اللي وراه برضو، هل هي هتتحط في على مونيتور باستمرار ولا انت هتروح تشوف اليوتران كونتراكشنز وتسمع الفيتال هارت كل شويه؟ وقلت لكم زي ما شرحت من شويه في ناس تحب تعمل كله الكترونيك مونيتورنج ده لو كان متاح، وناس تقول لا الالكترونيك ده بس يبقى سبيرد للهاي ريسك كيسز، وانك لو عملته للروتين كيسز ممكن يزود نسبه الانسيسري سيزيريان سكشن. كل الديتا بتاعت الولاده لازم تبقى متايده على ورقه، على بارتيوريشن يعني ولاده، بارتوجرام يبقى هو الجرام بتاع الريكوردنج اوف اول ليبر ايفنتس، كل احداث الولاده متايده، علشان لما نيجي نسلم النبطشيه لبعض او العيانه دي تقعد فتره ويجي حد تاني يشوفها اخر النهار يبقى عارف الست دي حصل فيها ايه. كان ممكن جدا انت تفحص عليها دلوقتي تلاقيها برايمي بارا و5 سم كويس،
وبعدين تنساه، وبعدين بكره تاني يوم تسلمها للنايب التاني وتقول له دي عيانه بكريه كويسه، هو يفحصها يقول اه والله العيانه دي 5 سم وكويس، وبعدين يسيبها لليوم اللي وراه. انا بس ببالغ طبعا شويه. فتيجي العيانه تقول لكم خلاص بقى انا زهقت، ده انا بقى 4 ايام كل واحد يفحصني يقول لي انت كويسه. هو انا كويسه يعني ايه؟ مش دلوقتي، ده كويسه بالمقارنه بالساعه اللي فاتت وباللي قبلها وباللي قبلها وباللي قبلها. فبالتالي لازم يبقى فيه بارتوجرافيك مونيتورنج موجود لكل الليبر ايفنتس، ولو في الكترونيك مونيتورنج طبعا هيبقى السي تي جي عندك طالع زي سترايب الاي سي جي كده، هيبقى موجود، ده بيتحط في الفايل بتاع العيانه لاسباب كتيره، لاسباب ميديكو ليجل، العيانه ولدت خلاص لكن العيانه حصل فيها مشكله، فيتمسك السترايب دوت ويتشاف اه العيانه دي كانت فيها الفيتال هارت حصل له مشكله امتى. هنا كل ده بايه؟ كل ده بيتحط لانه بيطلع بالساعه، الساعه كذا الفيتال هارت كان كام، الساعه كذا الكونتراكشنز كانت فين، عشان انت تتسال عند اللزوم العينه دي انت ما تصرفتش فيها بدري ولا لا. طب حد انهي نوع من الانالجيزيا ولا انهي نوع من الانستيزيا؟ والله ما فيش رول واضح. عينه تخش هاديه ومتفهمه وما عندهاش بنز جامده سيبها. طب العينه بينز جامده قوي وبتتوجع جامد جدا، بنديها يا اما انجكشنز بيتيدين او واتس ايفر، يا اما انك ممكن تفكر انك تديها ابيديورال انستيزيا. ما تاخدش قرار من الاول انا هدخل العينين دول كلهم ابيديورال انستيزيا فافاجئ في السكند ستيج كمان كلهم ما عندهمش البيرنج داون او البوشنج اللي هم اللي مطلوب منهم. حتى لما تيجي العينه تسالك وانا دكتور هاخد بنج ولا ما اخدش بنج، هتديني انا خايفه من الولاده، لا ما نسبقش الاحداث. في ناس تقول لا هو موجود وافيلبل، when it comes you need it we will give you anesthesia. فبتاخد epidural او بتاخد بس كده شويه sedatives every now and then على حسب حالتها هي وعلى حسب الريسبونس. مش كل الناس الريسبونس بتاعهم واحد للليبر بينز، في ناس متفهمه وفي ناس بتبقى سويت وصريخ وخوف ورعب عمال على بطال، هم دول اللي ممكن نلجا فيهم لهذه القصه. طيب هندي حاجه تزود الكونتراكشنز، ندي اوكسيتوسين دريب، هو عباره عن امبولات يونتس، فبنحط 5 وحدات على 500 سنتي فلويد جلوكوز سالين مثلا، ويمشي بريت بطيء تقريبا يعني 5، خليها 5 يعني ليها طرق كتير للحساب، خلينا 5 وحدات على 500 محلول 5 نقطة في الدقيقة، تزود شوية تقلل شوية على حسب الريسبونس تو يوتراين كونتراكشنز. هل أنا بدي روتين للناس؟ لا، عيانة جاية الكونتراكشنز بتاعتها كويس خلاص ولد جود. طب العيانة مش الكونتراكشنز بتاعتها مش حلوة، أول حاجة تسأل نفسك العيانة دي لا تكون دي هايدريتد، انت مش مديها فلويدز كفايه، والميه هي روح التيشوز. حتى لما يجي لعيبه كوره يلعبوا في رمضان بيقول لك مش، لا احنا هنلعب بعد الفطار هنبقى صايمين عضلاتنا مش هتشتغل كويس. كتير البرولونجد ليبر دي هيدريشن لوحده يعمل ويك كونتراكشنز، فتاكد انها بروبرلي هايدريتد وانها واخده سوائل كويسه. طب ماشي اتحسنت كنبه، لسه ما اتحسنتش، ممكن جدا ابدا لو هي في الاكتيف فيز اعمل لها رابشر اوف ميمبرينز، وبعدين استنى ساعه ساعتين اتحسنت يلا كملي لوحدك. ها لسه مش حاسس انها ان الكونتراكشنز كويسه، ممكن ادي الاوكسيتوسين او سيتوسينون انترافينوس دريب. طبعا بقيه المانجمنت اوف فيرست ستيج او المانجمنت اوف ليبر عموما هو اللي موجود عندنا في النظري، من النيوتريشن للاسيبتيك بريكوشنز و و و الى اخره. انا بس حبيت ان احنا يعني نغير شويه كده، هو في اوفرلاب بين اللي احنا بنقوله طبعا وبين المحاضره بتاعت النورمال ليبر، لكن بس بنحاول نديها كده شويه انها تخش ناحيه الكلينيكال سايد راذر ذان الثيوريتيكال سايد. Thank you very much.